الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نحن ما زلنا في دولة ملاوي محافظة زومبا قرية مليمة. كما ترون الآن نحن بدأنا عملنا إصلاح بئر معطلة في هذه القرية. بارك الله فيكم بمساعدتكم للفقراء. إصلاح بئر المعز المذل جل شأنه سبحانه وتعالى بحمده. صدقة جارية عن الأخت همت حفظها الله ووالدي بسام السماع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.